الدعامه طبعا المرنه ليها شويه مميزات. اول ميزه انها بسيطه، ما فيهاش حاجه معقده ولا تروس ولا مضخات ولا اي حاجه. ثانيا تركيبها بسيط. ثالثا ضمانها مدى الحياه، ما بتعملش مشاكل كتيره في شغلها لان هي ما فيهاش اي حاجه تعطل. اهم ميزه فيها بالنسبه لنا هنا ان هي سعرها ارخص بكتير من النوع التاني اللي هو الدعامه البالونيه. عيبها ايه؟ ان طول العضو بيبقى ثابت في الانتصاب والارتخاء. يعني ده الكلام اللي موجود في الكتب، ولكن هو انا شايف ان هو مش مشكله اصلا، يعني لان هو ده الانتصاب الارتخاء كده. هو العيب الفعلي بقى مش دي، العيب الفعلي لو طول العضو عند الرجل اطول من المتوسط. يعني طول العضو لو فيه يعني اكس لارج او العضو طويل شويه، ففي الحاله دي هيبقى حتى اثناء الارتخاء الوضع هيبقى كده، فهيبقى في مشكله عنده في لبس البنطلونات او الجينز او في المشي.